ما كان الإسمام ديال المرافعه في شخص الزميله الاستاذه إلهام بالفلاح والاستاذه الأمين اللي مازال باسكو كترفع، لان الجلسه الان توقفت بناء على طلبين من المتهم لظروف طارئه بالنسبه لي. اللي كنا كنتسناو هو انه المرافعات تمشي في اتجاه ديال دفع التهمه على السي توفيق بوعشرين، ولكن اللي بان لحد الان كاين طرح ديال القضايا اللي هي غير منطقيه وغير قانونيه على الاطلاق. منها ثلاثه النقط الاساسيه اللي ركزوا عليها. ركزوا على انه هذيك الخبره اللي امرت بها المحكمه ما يمكنش الاطمئنان ليها وتشكل القناعه الصميميه للمحكمه في الادانه، على اعتبار ان ديك الفرقه التي اسندت اليها المهمه واللي هي الدرك الملكي هي تابعه للنيابه العامه ماشي محايده، وبالتالي ما غيكون الموقف ديالها الا كيتماشى مع ما ترغب فيه النيابه العامه، وهذا خطا. ما يمكنش هذه المساله هذه، لانه هذاك المركز بالاضافه الى المركز ديال الامن الوطني اللي كان على الصعيد الوطني مشهود لهم بالنزاهه والاستقامه والعلميه، يعني واحد الكفاءه عاليه في قضيه الخبرات، ماشي غير في هذا الشيء ديال الفيديو، في قضايا اخرى والعمل القضائي معروف في هذا الباب هذا، والزملاء بما فيهم اللي كينوبوا على المتهم تعرفوا هذه القضيه ومقتنعين بها، ولكن اليوم جاو طرحوا العكس ديالها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي طرحوا بان دوك لي فيديو ما يمكنش الاطمئنان ليهم، لانهم اللي كيشكلوا الادوات ديال الادانه والاقتناع، خاصه هنالك من حضرنا من النساء بلا ما نذكروا اسمائهم واللي كاع ما تنصبوش كمطالبه بحق المدني، وقالوا حنا اللي كاينين في ذاك الفيديو، هذاك الفيديو صحيح انا هي هذيك السيده وهذاك هو ذاك السيد، ولكن انا راه ذاك الشيء ما بغيتش نصب كمطالب بحق المدني او ما بغيتش نتابعه. اذا القول بان دوك لي فيديو ما يمكنش يكونوا شكلوا قرينه، هذا هروب من الدفاع المتهم ديالهم وعدم المواجهه، بالاضافه قالوا ودي كاين واحد التقطيع، والحال ان الخبره اللي الدرك الملكي قالت ودي هذوك لي فيديو سالمين ما طرهم حتى شي تقطيع. المرافعه مازال مستمره في شخص الزميله الاستاذه الامي، كنتمناو اننا نتقدموا، ولكن حنا مازال تبقى عندنا ردود وتعقيب على كل ما اثير، لا من طرف الاستاذ عبد الصمد ولا من طرف الاستاذ اشراف ولا من طرف الاستاذه الهام ولا بقيه اعضاء هيئه الدفاع بما فيهم الاستاذ نقيب زيان.